حبينا نوجه رسالة للجهات المسؤولة بالبصرة، ها، وحبينا نقول لهم انه هذا العمل كله الى الان بعمل يومين بهذا الكادر بهاي المواد ما تجاوز 60,000، اللي هي مصرف يمكن واحد من اولادهم يومي. غيرتنا على محافظتنا وعلى بلدنا، وبعد ما شفنا احنا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا باجمعها ظلوا يتكلمون ان الجسر تشوه الى اخره، من شفنا الصور الصراحه ما تحملنا انه نشوف محافظتنا يصير هيك بيها.